الولاد ضروري نحب من دون حدود. هيدا مش كلام، هيدا واقع نقدر نلمسه. لما نتقرب من أطفال قست عليهم الحياة وهن ما بيعرفوا شو السبب. شربل وقالين كل واحد منهم مخبي بقلبه حزن كبير ما بيخلي حدا يقرب عليه. هن مش إخوة على الهوية، ولكن إخوة ضمن أسرة الاس او اس اللي بترعاهن وبتهتم فيهن كأنهن ولادها الحقيقية. صحيح شربل ما بيعرف يكتب منيح، ولكن هو بيعتقد انه سانتا كلوز بيفهم من الرسمة هو بشو بيحلم. ألين عمرها 8 سنين كانت ناطرة ليلة اللي بدها تكتب فيها رسالتها لبابا نويل، لأنه عندها أخبار كتيرة حتى تقولن. بابا نويل خبرني، قال لي إن انتو كتبتوا له لتر وعندكم احلام عبالكم تحققوها. هلا طلب مني انه ساعده، انا اكيد ما في ارفض له طلب لبابا نويل، ف رح نحقق الاحلام. جاهزين؟ ورح اقضي نهار كامل معكم. اوكي يلا. بس شفت قالين وشارب الواصلين ضحكتهم هالقد جايين مش عارفين شو ناطرهم، بس مبسوطين. انبسطت كتير وحسيت انه بعد ما عملنا شيء بس مجرد نشوف هالبسمة بفرح اكتر. شربل قالين لمين لازم نقول مرسي؟ سانتا كلوز، لانه بلش النهار بيعقد نقول له ميرسي. تعالوا نحكي ميرسي سانتا كلوز ميرسي. بس شوف ضحكه شربل وقالين عم يضحكوا ومبسوطين عم بتحقق حلمهم. بصير اقول بيني وبين حالي انه يا ريت في اعرف عن جد شو عم بيفكروا، بس المهم انه يضلوا مبسوطين ويضلوا عم يضحكوا. نهار هيك مبلش، يعني بعتقد رح يكفي بعد احلى واحلى. شو ناطرنا بعد؟ هلا بنشوف. صار وقت تاني حلم. شفتوا الرسمات لحسان؟ نلونهم؟ جاهزين؟ يلا ومعنا كل شي كل شي كل شي ليكون كله تمام. يلا مثل كل الولاد طلبوا يرسموا ويلونوا ويتركوا ذكرى حلوة لهالنهار المميز اللي عم بمضومة المهنة قرروا. في فرح كتير كبير بقلبي، شايف البسمة على وجوههم وكتير مبسوطة وما بدي أبداً هالنهار يخلص. أغراض التلوين كلن انوجدوا ولوحة الحصان هن طلبوها، بيبقى ننطر ونشوف مين منن بلون بطريقة أفضل. هيدا أحلى شربل بالدنيا. وهي بوبي أليم. صراحة يعني بعتقد انه عم بحبوني، بس انه على طريقتهم الخاصة جدا. Here I stand alone with this weight upon my heart and it will not go away. In my head I keep on looking back right back to the start. في أشخاص منن بحاجة بس للهدية المادية، بحاجة لنعطيهم محبة اللي هي يمكن أهم وأعظم هدية. شو بعد في حلم كتبتي لبابا نويل حتى يتحقق؟ نعمل عجينة عجبني وزعتر وضعيف كل العالم. الحلم رح يتحقق لأنه شفت مدام رفقة الشغل بالعجينة وخبز مناقيش على الصاج، تياب المطبخ جاهزين، ما بيبقى إلا الشغل وتنفيذ المطلوب من قبل الشيف.
تعرفت اليوم وقضيت النهار كله مع ألين وشربل، وأكيد كل ما يقطع النهار كل ما أتعرف أكثر عليهم. نهارنا الطويل خلص، ألين وشربل عرفوا وتأكدوا أنه سانتا كلوز بيقرأ كل الرسائل بفترة العيد، مع أنه يمكن يكون تعبان من كثرة الطلبات، ولكن الليلة لألهم ولألهم بس، حتى فرحتهم ما يكون إلى حدود وحلمهم يكبر أكثر وأكثر. ولما يرجعوا على بيتهم الدافي بالSOS يخبروا إخوتهم إنه الليلة كتار من الناس حبوهم وصلوا لهم وما رح ينسون أبداً. لما كتبت مكتوب لبير نويل طلبت منه كتير اشياء وحقق لي هون، كرمال هيك هلا انا هون. مرسي كتير. بدي اقول لهم لألين وشربل مرسي كتير، لانه اليوم هن فرحوني اكثر من كل ما انا فرحتهم. بدي اقول لهم مرسي كتير وميري كريسمس.